السلام عليكم عشاق شركة هواوي أو أونر. مواصفات أونر 60 برو تظهر عبر منصة الجيك بنش. هونر 60 برو يظهر عبر منصة الجيك بنش بصورة حية ومواصفات أولية. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أعزائي الكرام أدعوكم للضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. ستظهر سلسلة هواتف أونر 60 الذكية قريبا جدا لتحل محل أجهزة أونر 50. فقد ظهر أحد عناصر السلسلة الجديدة وهو هاتف أونر 60 برو وأونر 60 العادي في منصة معايير جيك بنش الشهيرة لاختبار الأداء. تصعد طرازات أونر 60 وأونر 60 برو للإصدار، والجهاز الذي تم اختباره يحمل الاسم الرمزي TNA AN00 وهو الأقدم بين المنتجين الجديدين. وإليكم أبرز المواصفات التي ظهرت عبر منصة اختبارات الأداء جيك بنش. مواصفات أونر 60 برو عبر الجيك بنش. المعلومة الأكيدة التي ظهرت حول أداء الهاتف هي أنه يعتمد على شريحة كوالكوم برقم طراز SM7325، والتي تعني وجود معالجات سناب دراجون 778 جي الخاص بالألعاب و 778 جي بلس الجديد أيضا والخاص بالألعاب. ولكن مع سرعة الساعة 2.52 جيجا هيرز كحد أقصى، يمكننا أن نستنتج أننا نتحدث عن سناب دراجون 778 جي بلس، بينما يشتمل المنتج على مصرع رسومات أدرينو 642 L والمودم الخلوي سناب دراجون X53 5G مع معدلات نقل بيانات تصل إلى 3.7 جيجا بايت في الثانية. كذلك وفقا لبيانات جيك بنش، يحمل الهاتف الذكي 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما يستخدم نظام التشغيل اندرويد 11. ومن خلال المصادر السابقة فإن طراز الأونر 60 برو سيحصل على الشاشة فول اتش دي بلس بمعدل تحديث 120 هيرز. وقد أصبح معروفا الآن أن الكاميرا الخلفية ستضم مستشعرا رئيسيا بدقة 108 ميجا بيكسل، في حين ستحصل الكاميرا الأمامية على مستشعر 50 ميجا بيكسل، وهذا شيء رائع جدا للسيلفي. موعد إعلان أونر 60. في وقت سابق كانت هناك تقارير تفيد بأن أونر سوف تكشف النقاب عن سلسلة هواتف أونر 60 الذكية في 22 نوفمبر قبل أسبوع من هذا الشهر الجاري، إلا أن الشركة صرحت في ذلك اليوم أن تاريخ 22 نوفمبر هو اليوم الذي سوف تعلن فيه عن تاريخ الحدث الرسمي. وقد تم الإعلان رسميا عن موعد إطلاق سلسلة أجهزة أونر 60 في الأول من ديسمبر المقبل. وقامت شركة أونر بنشر فيديو تشويقي لهاتف أونر 60 الذي يسلط الضوء على ميزات تصميم الأجهزة القادمة. بناء على الفيديو سيحصل جهاز واحد على أقل من الأجهزة في السلسلة على شاشة مسطحة مغطاة بالزجاج بحواف مستديرة، وستكون الشاشة محاطة بإطارات رفيعة جدا. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الفيديو على تلميحات شفافة بأن الكاميرا الأمامية لواحد على الأقل من المنتجات الجديدة ستكون موجودة أسفل الشاشة. من المتوقع أن تشتمل سلسلة أونر 60 على ثلاثة هواتف ذكية: أونر 60 النسخة العادية، ونسخة البرو المتقدم، وأونر SE أو أونر 60 SE، وهي بسعر معقول مقارنة بالمواصفات. وفقا للشائعات السابقة سيعمل الهاتف ببطارية كبيرة من الليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط. لذلك ستحافظ أونر على تصميم الكاميرا الرئيسية في شكل دائرتين من خلال المنتجات الجديدة، كما هو الحال في السلسلة السابقة أونر 50.
وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول الهاتف أو حول هذه الهواتف الذكية في حفل الإطلاق. ما رأيك في هواتف أونور؟ وهل هي بديل رائع جدا وبديل مشوق لشركة هواوي؟ هل أنت متشوق لسلسلة أونور 60 و 60 برو؟ شاركنا آراءك ضمن التعليقات، ولا تنسى دعم القناة بقوة. أحبكم في الله، مع السلامة.